خلونا نستقبل اول اتصال تليفوني في حلقه النهارده ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك استاذ اسامه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وبخير وسلام. اتعرف بيكي؟ ما فيش داعي ذكر اسماء. من غير ذكر اسماء. طب كم سنه؟ 28. مرتبطه؟ لا ما فيش ارتباط. طيب النهارده حلقتنا حلقه مفتوحه من القلب للقلب. عايزه تقولي ايه؟ انا تحت امرك، اي موضوع عايزه تتكلمي فيه انا معاكي. هو انا الحقيقه اترددت كتير قبل ما اكلم حضرتك، لان وضعي وظروفي يعني ما حدش يعني ما نقدرش نقول ليها حل معين. لا يعني الحل من عند الله، يرسل عونا من قدس يعني. ربنا يكرم يا رب، ويمكن واحنا بنفكر كده ربنا يرشدنا نقول كلمتين يكونوا يعني فيهم إجابة لحضرتك. قولي لي إيه الحكاية؟ لوحدي. لوحدك يعني حاسة بوحدة؟ آه طبعاً. لوحدك خالص؟ آه أنا عايشة مع والدتي بس. أنا وهي عايشين لوحدنا. أقرب الأقربين أزونا أزية جامدة. أقرب الأقربين زي مين؟ يعني بدون الدخول. اخواتك، خلانك، عمامك، حاجه كده؟ لا انا ما عنديش اخوات، انا بس انا بنت وحيده. خلانك، عمامك يعني؟ قرايب يعني. قرايب قوي، والاذيه شديده وقويه يعني. ازوكي ازاي؟ ازوكي في فلوس، ولا ازوكي نفسيا، ولا ازوكي في علاقات، ولا ازوكي في سمعتك، ولا ازوكي ازاي؟ ما الاذيه دي ليها مليون شكل. لا مش عارفة أوضح أكتر من كده. استأذونا وخربوا حياتنا كتير يعني. خربوا حياتنا خالص. لا مش سمعة، لا مش سمعة، مش حاجات كده، بس أذية تانية يعني، من نوعية تانية خالص. يعني ممكن يكونوا وقعوا بينكم وبين الناس، ممكن يكونوا ضيعوا لكم فلوس، فرص في حياتكم. لا 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 مش يعني حاجة زي كده، خربوا الدنيا، أذوا بشكل وحش يعني. ما فيش حد دخل حياتك؟ انا اتخطبت مرتين. بس المرتين الشخصين ما كانوش مناسبين ليا خالص، شكلا وموضوعا. انت اللي رفضت يعني؟ بعد ما انا اتخطبت انا اللي اعتذرت لهم ورجعت لهم الشبكة يعني. ده وضع طبيعي، شيء طبيعي يعني، مش حاجة مؤذية ولا مزعجة يعني. لان لو حصل كده افضل لك ان انت ما تكمليش، احسن ما تكملي. و طبعا يعني الزيجة الفاشلة حاجة صعبة جدا، وخصوصا ان الرجعة بتبقى مش بالساهل، بتبقى حاجة صعبة طبعا. انا مش ندمانة على الخطبتين دول. انت ندمانة على الأذية اللي تأذيتيها؟ طبعا. الحياة كلها خربت، حياتي وحياة والدتي. طيب الدنيا خربت بمعنى الكلمة يعني. تعالي سامحني، انا مش هقدر ادخل في تفاصيل. مش هنخش في تفاصيل يعني، لو اتكلمت اكتر من كده هيبقى واضح قوي، ف بلاش نخش يعني في تفاصيل. انما تعالي نتكلم في المطلق كده، في العموم. اتفضل. انا النهارده اتعرضت لاذيه جامده جدا من ناس. اوكي استاذ اسامه، انا هقول لحضرتك حاجه. اللي بيبقوا ناجين من الحروب القويه او من الاذيه القويه مش بيعودوا كما كانوا يعني عندهم صفو ومقبلين على الحياة، بالعكس بيبقوا في خوف وفي رعب من أقرب ما ليهم. حتى لو حدث كويس حصل ليهم بيبقوا خايفين للناس دي اللي أذت تأذيهم تاني، هتأذي تاني وتالت وعاشر. بصي، في أنواع من الأذية سيئة قوي قوي، اللي هي الناس اللي بتعمل أعمال وبتعمل حاجات سيئة جدا ممكن تضيع حياة الناس اللي قدامها. تمام. وبيلجأوا للشيطان وبيحاربوا البني آدم بكل الوسائل اللي قدامهم، وبتبقى قلوبهم سودة من جوه، عايزين يأذوا بس من أجل الأذية. هقول لحضرتك، هي فعلا، هو فعلا كده، هو فعلا كده، ومن سنين طويلة خربوا الدنيا والحياة. ويعني لولا أن الرب كان موجود واتدخل يعني، هم كانوا عايزين يوصلون لحاجات وحشه جدا، يوصلوني انا بالذات لحاجات وحشه جدا. نشكر ربنا، نشكر ربنا مديني مميزات انا وهي مش مديها لحد تاني، وخصوصا ليهم، مع انهم هم اعلى في المستوى المادي
ومستوى الاجتماعي ومستقرين وبرضه بيفكروا يأذوا، يعني هم أعلى في المستوى المادي وإمكانياتهم المادية كويسة وبرضه لسه جواهم شر وعايزين يأذوا. يعني ليه أنا بالخصوص؟ لأن كل الناس بتقول علي أن أنا مميزة، كأن يعني الميزات دي جلبت علي الشر والغيرة وكل ما تتخيله بقى والحقد. طيب أنا بشكر ربنا على النعم اللي ادهالي، نشكر ربنا قوي 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 إن هو اداني مميزات ما ادهاش لحد تاني، نشكر ربنا. بس أنا عمري ما تمنيت الأذية لحد، ولا عمرنا عملنا حاجة وحشة قصاد حد، ولا عمرنا ربنا رامينا ربنا ورانا، ما حصلش. بصي أقول لك حاجة، هل تتخيلي إن الشيطان أقوى من ربنا؟ لا طبعا أنا ما أقدرش أقول كده. مش كده؟ بس اللي أنا عايز أقوله إن التجربة طولت ومريرة على فكرة. حلو. كده ربنا أنقذنا من حاجات كتير ونشكر ربنا، ربنا مد إيده وأظهر حاجات كتير. والتجربة دي لما بتطول قوي 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 بيبقى معاها بركة كبيرة قوي. أنا اللي أنا عايز أقوله إن الموضوع مسخ، عارف يعني إيه مسخ؟ مسخ الدنيا بستخد، والواحد لما يجي مثلا يتكلم مع حد، انا احنا كده ولا كده مش كتار الكلام خالص ومش كثير الشكوى خالص، بس لما حد يجي يتكلم مع حد متدين حد يعرف ربنا الرد بيبقى وحش، فهمني؟ يعني كأننا احنا اللي مذنبين. لا خالص مش عارفة اوصف ازاي. لا بصي عايز اقولك حاجة، بصي انا مريت بحياتي بتجارب سيئه كتير ومريت باللي انت بتتكلمي فيه ده. بس هقول لحضرتك حاجه، تجربه عن تجربه تفرق. عارف اكيد حتى طبعا. حتى الجيران احنا ما سلمناش بقالنا يعني جازوني عن الخير شر. بصي انا بحمد ربنا جدا ان انا لسه عايشه وان انا ما دفعتش للانتحار، ربنا مد ايده، ما دفعتش لمرض وحش، الحمد لله انا لسه واقفة على رجلي، نشكر ربنا قوي 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 ان انا لسه كويسة وبخير محتفظة بعقلي. ايه حجم الاذية اللي تعبك؟ يعني حصل لك ايه؟ عيتي مثلا، شغلك وقف، فلستي، ايه اللي حصل؟ شوف حضرتك يعني ما فيش شغل، ما فيش ارتباط، ما فيش ناس حوالي، يعني عدم قبول في الحياة بمعنى صح. أعمل ما فيش مقابل حتى في الشغل، وجودي مرفوض. أنا زمان ما كنتش فاهمة، والبيت كان حريقة وبوظوا علاقتي بوالدتي، كانت قايمة عليا حاجات صعبة. أنا كنتش يعني انا ما ادركتش اللي بيحصل ده كله. طب ايه سببه؟ انا ما بعملش حاجه وحشه، ما بقصرش في شغلي، ما في ايه، في ما ادركتش بقى غير في الفتره القريبه لما البلاوي كلها طلعت. وادركتي وعرفتي ان معمول لك حاجات. خلينا نقول يعني شر واذيه، خلينا نقول شر واذيه اتعمل لك شر واذيه، هل عرفتي تتخلصي منه؟ بالنسبه لي اشكر ربنا اتدخل. طيب حلو، يعني ربنا مد ايده وظهر لك الدنيا قدام عينيكي وعرفتي تتخلصي من جزء كبير منه. هقول لحضرتك حاجه، في يعني ساعات كثير بنقول ايه، الواحد بيتحط في تجربه وربنا بيمد ايده، اي نعم، يعني والواحد بيكتشف حاجات كتير، بس بعد ما الدنيا بتبقى خربانه، بعد ما بتخرب. طيب عايز اقول لك حاجه، معلش ما انا مش بواسيكي على فكره، انا نفسي عايز اقول لك ايه، على فكرة أنا معايا شهادة جامعية مرموقة جدا كويسة جدا طول عمري، وأنا متفوقة، وده كان سبب من ضمن الأسباب. ما أنت متخيلة أنت لو خربانة أساسا وفاشلة ووحشة وكل حاجة، كان حد هيفكر فيكي؟ صح، أنا مع حضرتك 100%. ما هو أنت عشان إنسانة ناجحة وإنسانة طيبة وإنسانة بترضي ربنا في كل تصرفاتك، والناس بتمشي تقول عليكي كلام كويس، فدي حاجة تغيظ الناس اللي قلوبها مش كويسة، فبالتالي ما توصلش لكده. ده ما على حسب يعني هقول لك ايه، هقول ايه، يعني في مواقف الواحد يبقى عاجز انه يتكلم، الكلام مش هيفصف. بصي في ناس حضرتك، في ناس بيقولوا يعني في ناس قلوبهم يعني اللي هم اللي اتقال عليهم من قساوة قلوبكم،
غلظاء الرقبة يعني غليظي الرقبة. فدول ناس قلبهم قاسي، ناس ما يعرفوش غير الشر. هل تتخيلي البركة اللي انت خدتيها قدام الشر اللي هم تعاقدوا فيه مع الشيطان وسابوا ربنا، هم خدوا ايه يعني، كتب لهم ايه عند ربنا قدام البركة اللي انت كتبت لك؟ الهلاك الابدي. انا ما بقولش حاجة. حلو. الهلاك الابدي. انت بقى ما كتب لكيش الهلاك الابدي، انت ربنا كتب لك كل الخير. اتمنى. ورب عايز اقول لك حاجة. اتمنى بس. طيب. يعني تعالي بس. عارف هقول لك. انت منهارة اصلك قوي، فانا عايز اوصل لك معلومة بسيطة اني. استاذ اسامة انا مش في حمل مناقشة او مش في حمل اقناع بالعقل. انا مش بقنعك على فكرة، انت ربنا واقف معاكي. انا عندي انا متوكد بها. انا متوكد. انا لو كنت فقط يمكن اللي هم عايزين ارحم. لو انا ربك انا معي لبتراني وانا حية. بجد. بجد انا متأكد. أنا بس لو حاعتم يعني احتابي لله. لا ما تعاتبيش ربنا، ما تعاتبيش ربنا، ما ينفعش نعاتب ربنا. عارفة اوحش حاجة ان انا اقعد اقول له ليه يا رب انت عملت فيها كده، ليه ليه، ما اقدرش اقول له ليه. احنا بنقول له لتكن ارادتك. وللأسف للأسف هم ناجحين وناجحين جدا. مش دي مشكلتي. المشكلة ان هم اللي عمليني كينوني. طيب انت ليه قريبة منهم؟ ليه ما تبعديش عنهم خالص؟ بعدنا خلاص. بعدنا. انت عارف يعني انت علاقتك بأقرب، عارف يعني ده ربنا ما يكتب على حد. على الأقل ما يعرفوش عنك أخبار وما يعرفوش عنك حاجة وتعيشي في سلام. أيوة. يعني احنا يعني هقول لك احنا بقيت ايه، او انا بقيت ايه، بقيت قطع علاقتي بكل اللي ليا، ويعني لدرجة ممكن يثير الشك حتى لو حد اتقدم. طب فين دي عائلتها؟ طب دول موجودين المفروض على قيد الحياة. طب مين قالك ان دول اللي ليكي؟ انت ليه بتقولي اللي ليا؟ ما هو دول مش ليكي، هم لو كانوا ليكي ما كانوش اذوكي. محدش هيفهم كده استاذ اسامه. خلاص احنا مفيش، احنا مش على وفاق وخلاص، مفيش مشكلة يعني. اللي يقولك فين عائلتها، احنا مش على وفاق. هقول لحضرتك حاجه، الامور انت عارف كويس قوي يعني انت راجل بتتعامل مع الناس ودايره علاقتك. الدنيا مش بالبساطه دي. انا عارف طبعا الدنيا مش بالبساطه دي، ومش كل الناس هتفكر بالطريقه دي. لا طبعا. طيب. لا طبعا. لا انا معاكي وايدك جدا، انما عايز اقول لك بقى حاجه وخديها بقى من واحد راجل كبر في السن وعاش وتلطم وجرب وشاف ومر بتجارب لا ليها اول ولا اخر. كتير جدا عقولنا ما بتقدرش تحكم على امر معين او تقدر تتخيل حلول بشكل معين، وبنبقى شايفين ان الحل مستحيل، ولكن ربنا ليه حلول تانية خالص بشكل تاني وبطرق تانية أعجب مما نتخيل. فبنلاقي الحلول اتعملت بشكل ولدرجة ان الواحد ساعات يقف كده يقول له ايه، عجيبة هي أعمالك يا رب، أعمالك عجيبة يا رب. لأن ربنا بيعمل تصرفات وأعمال عجيبة وليه ترتيبة عجيبة. كل اللي محتاجه، كل اللي ربنا مش محتاج، كل اللي ربنا عايزه مننا ان احنا نبقى متمسكين بيه، ماسكين فيه كده بإيدنا وسننا، نقول له مش هسيبك، انا مش هسيبك، انت اللي هتسندني. الناس اللي بتعمل تصرفات وحشة ونقول هم عايشين في احسن حياة وبيكسبوا ناجحين وخلافه، تعالي نشوف كم حرامي عايشين في عز وهنا، كم واحد اكلتي في الدنيا دي كلها عايش في 100 فل و14، كم واحد معتمد على دراعه وعلى معارفه وعلى شلته وعلى سطوته عايش ومبرطع وناجح وفلوس وسيرة واسمه وكل حاجة. انما النهاردة هل تتخيلي ان ربنا بيسيب الناس تعيش فسادا كده للاخر؟
ان ربنا ما بياخدش حق اللي اتظلم، ان ربنا ما بياخدش حق اللي اتجنى عليه، ان ربنا ما بيعوضناش احنا خير، ولو مش النهاردة ولا بكرة ولا بعده هيبقى بعد بعده، وان عوضه غريب جدا لدرجة ان احنا بننسى كل اللي فات ده ونقول له يا رب عجيبة هي اعمالك. لا، كل المطلوب منك انك تتمسكي قوي بربنا بس، مش اكتر من كده، وانك تبعدي عن الناس الوحشة دي باي شكل. هتقولي الناس ما بترحمش، الناس هتقول فين اهلها، في يقولوا اللي يقولوه، ربنا قادر يبعتلك اللي ما يقولش ده، هو قادر على كل شيء. ربنا اللي بيأكل النملة في جحرها، اللي بيأكل الطير اللي طاير في السماء ده ومش عارف حتى يبني عيشه علشان يبيض فيه، ربنا اللي بيأكل الحيوانات القطط اللي في الشوارع وبيحميهم، مش هيحميكي؟ كل اللي مطلوب منك بس ان تقولي له انا راضية بكل اللي انت بتبعته، انا راضية بكل شيء، وسايبه لك الامر انت تصرف، وهو تأكدي هيتصرف. ربنا يسندك ويقف معاكي، لان احنا كلنا محتاجين سندة ربنا، وانت بالذات يمكن بالتجارب المريرة اللي مريتي بيها محتاجة قوي سندة ربنا. فربنا بإذن الله يتمجد ويقف معاكي ويسندك ويعديكي من كل الأيام دي على خير.